سلمت الإدارة الذاتية أكثر من 90 من أطفال ونساء تنظيم داعش من جنسية قرغيزستان لوفد من دولتهم في الوقت الذي أشاد التحالف الدولي بجهود الإدارة لحل مسألة محتجزي عوائل داعش. جهود حثيثة بذلتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا خلال الأعوام الأخيرة لحل ملف محتجزي وعوائل تنظيم داعش الإرهابي بمن فيهم أصحاب الجنسيات الأجنبية، جهود كانت محط تقدير وثناء من قبل المجتمع الدولي ولا سيما التحالف الدولي لمحاربة داعش. قيادة المهام الخاصة لعملية العزم الصلب في التحالف الدولي قالت في بيان إن جهود الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية خلال العام الجاري أسهمت في تسليم نحو 4400 من عوائل داعش لسلطات بلادهم، مضيفة أن تلك الجهود تحد من مخاطر استغلال التنظيم للأطفال والنساء. في سياق متصل أعلنت الإدارة الذاتية تسليم قرغيزستان 96 من أطفال ونساء تنظيم داعش الإرهابي وفق وثيقة تسليم رسمية بين الجانبين خلال زيارة أجراها وفد من وزارة الخارجية في قرغيزستان إلى مناطق شمال وشرق سوريا. ممثل الخارجية القرغيزية باكيت قاديروف أشاد بالتضحيات التي قدمتها الإدارة الذاتية وقسد في القتال ضد تنظيم داعش ودورهما في عملية إعادة مواطنين من قرغيزستان في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة. بدوره أكد عضو الهيئة الإدارية في دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية خالد إبراهيم الاستمرار بالتعاون مع بشكيك وكافة العواصم المعنية بملف داعش، محذرا من خطر هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا التي تنذر بإحياء التنظيم الإرهابي من جديد. ينضم إلينا من شمال شرق سوريا دجوار أحمد أغا كاتب صحفي. أهلا بك أستاذ دجوار. إذا نتحدث عن تسليم الإدارة الذاتية لجمهورية قرغيزستان 96 من طفل وامرأة من أبناء وعناصر تنظيم داعش الإرهابي، إلى أي مدى هذه الجهود هي كفيلة ربما بتفريغ مخيمات شمال شرق سوريا من العناصر الإرهابية؟ اهلا وسهلا بكم. بداية كل الشكر لكم ولكافة الأخوة المشاهدين. حقيقة مسألة المخيمات هي صعبة للغاية، خاصة على كاهل الإدارة الذاتية الديمقراطية التي ضمن إمكانياتها المحدودة وضمن الحصار المفروض عليها من جانب القوى الإقليمية وضمن حالة الصراع الموجودة على الساحة السورية عموما وشمال وشرق سوريا، وخاصة في ظل التهديدات المستمرة والاعتداءات المتواصلة من جانب دولة الاحتلال التركي. رغم كل هذه الظروف الصعبة تستمر هذه الإدارة في احتواء المحتجزين العوائل ومقاتلي داعش التنظيم الإرهابي سواء في المخيمات أو حتى في المعتقلات الموجودة ضمن مناطق الإدارة الذاتية. مسألة وجودها هي كقنابل موقوتة بصراحة، وتقوم الإدارة بمساعي من أجل استلام دول أصحاب الجنسيات المتواجدة في هذه المنطقة، وكانت طبعا قرغيزستان من أحدى الدول التي جاء وفد من وزارتها الخارجية والتقى مع هيئة العلاقات الخارجية للإدارة الذاتية واستلم 96 من أعضاء الجنسية القرغيزية. طبعا خلال عام 2023 وصل عدد الذين تم تسليمهم لعوائلهم 4400 كما ذكرتم في التقرير، ولكن قبل ذلك بسنوات كان هناك عمليات كثيرة لتسليم هؤلاء العوائل خاصة الأطفال والنساء. لكن الموضوع ليس هنا، الموضوع أن من يأتي ويستلم الأطفال والنساء لا يسأل عن البقية، عن الناس الذين لهم أيدي ملطخة بالدماء الذين يجب أن يتم محاكمتهم وفق القوانين والقواعد الدولية. الإدارة الذاتية طالبت بهذا الشيء وأبدت مبادرة وطرحت لإقامة محكمة دولية لهؤلاء ليتم احتساب مدد الحكم عليهم بموجب القوانين الدولية لمكافحة الإرهاب. هذا هو الموضوع الذي يقود مضاجع كثيرين من المواطنين حتى هنا في مناطق الإدارة الذاتية.
في شمال وشرق سوريا، ولاحظنا الأحداث التي جرت منذ فترة في سجن الصناعة بالحسكة وأيضا في الرقة وغيرها من المناطق، فهم يعني يسعون دوما إلى إعادة أحياء التنظيم وإلى عمليات تهريب وإلى غيرها من العمليات لزعزعة استقرار وأمن المنطقة. نعم أستاذ جوار، ربما أيضا يعني موضوع إخراج الأطفال والنساء من هذا المخيم تتحدث وتحدث تقريرا 4400 شخص، يعني ربما أيضا له أهمية كبيرة كون هناك مخاوف من أن يتشرب هؤلاء الأطفال فكر التنظيم داخل هذه البقعة الصغيرة المكتظة من المحتجزين هناك. نعم صديقي، كان هناك حقيقة كان هناك مراكز للإدارة الذاتية لإعادة تأهيل هؤلاء الأطفال، لإعادة تأهيلهم وتمهيدا لدمجهم بالمجتمع، لكن الاعتداءات التركية المتواصلة والتهديدات المستمرة وعدم تقديم الدعم والمساندة من دول العالم المجتمع الدولي أدى إلى وقف هذه العمليات. يعني كان هناك مراكز وعمليات لإعادة تأهيل هؤلاء، لكن مخيم كما تعلمون مخيم الهول يعني يبلغ عدد الموجودين فيه فوق 60 أو 70 ألف شخص، يعني نعم، وانخفض تقريبا إلى مدينة. 52 ألف. نعم، ويعني نعم كان هناك الكثير من العوائل العراقية أيضا ذهبت لذلك، فهناك صحيح، خطورة من هذا المجال، فهذا الأمر جيد، يعني عندما يتم استلام النساء والأطفال أيضا شيء جيد يعني بالنسبة لنا. نعم طيب أستاذ دجور، يعني في أيضا بعض الدول ترفض أصلا استعادة رعاياهم دواعش، هنا نسأل لماذا هذا الرفض؟ يعني ما هي المبررات المقنعة؟ هناك أهالي ذوي هؤلاء المحتجزين في هذه المناطق كيف يتعاملون مع حكوماتهم الرافضة لاستعادتهم؟ يعني حقيقة معظم من يرفض هؤلاء الأشخاص هم الدول التي المواطنين الموجودين فيها من المتجنسين بالجنسية، سواء الفرنسية أو الألمانية أو إيطالية إسبانية وغيرها، ليسوا من المواطنين الأصليين من أبناء المنطقة، وإلا لكنا شاهدنا كيف تدخلت الدول وأخذت المواطنين. أستاذ جوار، أستاذ هذا جوار، نعم الفكر السلفي أو الإرهابي. نعم تفضل، انقطع الاتصال لبعض اللحظات. عفوا، هم يخشون انتقال هذا الفكر السلفي المتطرف الإرهابي إلى داخل بلادهم مرة أخرى عن طريق هؤلاء الأشخاص، سواء في المعتقلات التي سينقلونهم إليها أو عبر مراكز التأهيل، فيخشون من هذا الأمر. ولاحظنا نحن كيف هناك نوع من الحريات الفضفاضة المطماطة، القوانين التي تسمح لأشخاص ذوي توجهات يعني فلنقل راديكالية موجودين في تلك المناطق، وأكبر مثال كان آية الله الخميني موجودا في باريس، بينما قائد يناضل من أجل قضية شعب طائرته كانت 24 ساعة تدور في الأجواء الأوروبية ولم يكن هناك مجال لاستقباله. نعم ال يعني النفاق السياسي لدى الدول. نعم طيب أستاذ دجوار، اليوم هناك إشادة أيضا من دول التحالف الدولي بجهود الإدارة الذاتية في تسليم آلاف الأشخاص من عوائل داعش إلى دولهم، هذه الإشادة هل يمكن البناء عليها والاستفادة منها لدفع وتشجيع دول أخرى لاستعادة رعاياهم الدواعش؟ هل تسمعون أستاذ دجوار؟ أستاذ دجوار؟ أستاذ دجوار، هل ما زلت معنا؟ إذا يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الأستاذ دجوار أحمد. وكل مشاهدينا وصلنا تقريبا لنهاية البرنامج، وتحدث أستاذ دجوار أحمد عن أن هذه الجهود أنها جيدة. أستاذ دجوار هل أصبحت معنا الآن؟ نعم، طيب أعيد عليك السؤال، موضوع إشادة دول التحالف الدولي بجهود الإدارة الذاتية لتسليم وبتسليم آلاف من أطفال ونساء داعش، هل من الممكن أن تشجع دول أخرى لاستعادة رعاياهم بعد هذه الإشادة؟
طبعا طبعا، ولكن الشيء الأساسي أن هذه القوات التحالف الدولي وعملية عزم الصلب هي قوات دولية لمكافحة الإرهاب، مكافحة تنظيم داعش. يجب أن يكون هناك توجه من الدول، الحكومات يعني بإطار سياسي لهذا الأمر، وهو طبعا بالتأكيد سيشجع العديد من الدول الأخرى لاستلام رعاياها، لأن هذا الأمر يساهم في القضاء على هذا التوجه لإعادة إحياء وبدء مرحلة أخرى من عمليات إرهابية ربما تهدد في المستقبل، إن كانت الآن في الأراضي السورية ربما في المستقبل تنتشر إلى مناطق أخرى وتهدد حتى الأمن العالمي. لذلك هذا الدعم وهذا التأييد من جانب قوات التحالف الدولي للإدارة الذاتية ولقوات سوريا الديمقراطية مهم جداً، ويساعد على تشجيع العديد من الدول الأخرى على استلام رعاياها. نعم. طيب ما الذي يعرقل ويمنع هذه الدول من استعادتها أو لا، خاصة الأطفال والنساء تحدث؟ يعني حقيقة هناك جملة من الأمور، ربما كما ذكرت في البداية أولها هو هذا الفكر العقائدي المتجذر في الأدمغة الذي زرعه يعني الإرهابيين المتطرفين، وبدعم مباشر من دولة الاحتلال التركية التي مهدت وسهلت الإجراءات لهم لدخول المنطقة. هذا بالدرجة الأولى. بالدرجة الثانية ربما كما ذكرنا أن هذه الدول تخشى من يعني التعاطف الذي ربما يحصل عليه النساء والأطفال في مجتمعاتهم. هناك نوع من المؤسسات الاجتماعية التي تدعو إلى الرعاية الاجتماعية وغيرها، ويخشون من امتداد هذا الفكر مرة أخرى إلى أراضيهم. يعني هذه الأمور أتصور هي الدرجة الأولى التي تمنع هؤلاء، بالإضافة إلى الضغط طبعا، ضغط من جانب العدل هنا أو المناطق بشكل عام، هنا في حالة من عدم الاستقرار وفي حالة من يعني زعزعة الأوضاع لكي تبقى أو تثبت وجودها هنا في هذه المنطقة. نعم. أشكرك جزيل الشكر من شمال شرق سوريا دجوار أحمد أغا كاتب صحفي، كما أشكركم مشاهدين على كرم وطيب المتابعة. إلى اللقاء.